ما الذي نبحث عنه هنا إذن؟ الخريطة تظهر كل الهياكل حول البركان ومواقع القوات المهجورة وأبراج مراقبة. أبراج مراقبة؟ كان إيفري أكثر المطلوبين في العالم، ولهذا فإن كان يخفي شيئاً هنا فإنه يحتاج لحماية. وأحد الأبراج على البركان مباشرة مع كنز إيفري. نعم، هذا أول شيء بحثت عنه عندما قلنا إننا سنذهب إلى بركان، ومكان استئجار أرخص السيارة دفع رباعي. مهلاً صالح، أتعني أنك قمت ببعض البحث حقاً؟ لن تكون العالم بخفايا الأمور. علينا الوصول للجزيرة. لابد وأن هذا أثر. نجحت. حسنا يا فتى، حاول ألا تسقط. أحب قول تلك الكلمة، تبدو غريبة. ركام، ركام، لا أحب. واو، أثار إطارات، هناك من مر من هنا. وأبحروا للبرازيل، ثم قطعوا الأطلنطية لجنوب أفريقيا، وفعلوا كل ذلك بالخرائط والرسوم البيانية وبالنظر إلى النجوم. أي، أنت تصف الإبحار لبحار سابق. ما أقصده أن الأمر سهل لنا. حقا، ومع ذلك يستغرق وقتا طويلا. ركام آخر. أحجار. آسف يا سام، كومة أحجار. هيا اربط الأحزمة. صالي، ما مدى معرفتك بنادين؟ لماذا؟ كنت أفكر ربما يمكنك الاتصال بها وتقنعها بأن تبعث رسالة. نعم صحيح، لنعدها بأ... سام، لو تسمح لي بالسؤال، كيف قضيت الوقت في السجن؟ في القراءة في الغالب، كان هناك أحد الحراس، أعتقد أنه تعامل معي كعمل خيري، كان يجلب لي الكتب من المكتب.
لديهم جهداً كبيراً لتجميع هذه الصخور. هذا لأن مدير السجن رآه تعرضت لعقاب شديد ولم أرى ذلك الحارس الثانية. يا إلهي، لكن حصلت على حماية خاصة عندما وضعني مدير السجن في زنزانة عكازا. لم يتم الأمر كما توقع. لقد تذكرت شيئاً. في الحقيقة لقد تعاملت مع الكازار منذ عدة عقود قبل أن أقابلكما. حقاً؟ وكيف لا تزال حياً؟ لم يكن بنفس صفوته حالياً. كان لا يزال يشق طريقه في عالم الجنون. لقد قمت بتهريب بعض المقطوعات الخشبية من اليابان وبعتها لزعيم كان محباً للتاريخ. أحب ذلك. لا تدعني أتركك وحيداً. لا توجد مراكز صيانة هنا يا نيثان. إسقاط هذا ليس شؤما صحيح؟